خلي بالك المباراه هتتلعب اليوم السبت طبعا، احنا عارفين في تمام الساعه الثانيه ظهرا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعه الثالثه عصرا بتوقيت القاهره، والساعه الرابعه عصرا بتوقيت السعوديه. هتقول لي طب القناه الجزائريه اللي على القمر نايل سات هتذيع المباراه؟ بص يا صديقي، للاسف مش هتذيع لك المباراه دي نهائيا. ليه؟ لان القناه الجزائريه بتذيع الفرق الجزائريه فقط، اما قناه تايم سبورت برضو مش هتذيع، لانها هتذيع الفرق المصريه بس داخل جمهوريه مصر العربيه، والمباراه في سان داونز او خارج جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله السبت في دوري ابطال افريقيا. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله، هيكسب هذه المباراة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.